قال عنده في قضية تعدد الزوجات بعض الرأي، وهو يعني ما اسمه لرفع الضرر. هل يمكن للقاضي أن يتدخل لمنع التعدد إذا وقع فيه ضرر؟ هو التعدد ليس مفتوحا لكل من أراد. احنا أجزنا نجيز التعدد بثلاثة شروط. أولا أن يكون عند الرجل القدرة على الإنفاق على زوجين وبيتين، وأن يكون عنده القدرة على الإحصان، وأن يكون واثقا من نفسه بالعدل. فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدا. ممكن القانون ينظم هذا يعني ويضع ضوابط لهذه الأمور الثلاثة.